السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن اليوم في عدد جديد، في العدد 11 من برنامج مجلسات لموسمه الثاني في مركز الشهاب للبحوث والدراسات سطيف، التابع لجميع علماء المسلمين الجزائريين. في يومنا هذا طائرة برنامج مجلسات تحلق بعيدا من في الزمان والمكان، فتحط رحالها في سلطنة بروناي دار السلام لتستضيف الأستاذ الدكتور المصري الأصل والمنشأ، الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي. مرحبا بك دكتور. مرحبا وأهلا بكم وسهلا. شكرا أستاذ. في عددنا هذا الموضوع سنتطرق إلى موضوع من اختيار أستاذنا الكريم، وهو مستقبل اللغة العربية خارج أراضيها. ما هي اللغة العربية؟ كيف تطورت؟ كيف انتقلت إلى الأراضي الأخرى؟ ما هو حالها الآن؟ ما هو حالها في وطنها؟ وما هو حالها في خارج وطنها؟ كل هذه الأسئلة نحاول أن نجيب عنها عن طريق محاور أستاذنا الكريم. لمن لا يعرف الأستاذ مصطفى السواحلي، فهو الأستاذ الدكتور مصطفى محمد رزق السواحلي من مواليد 1970 بمصر، حاصل على شهادة ليسانس من كلية اللغة العربية بالمنصورة عام 1992، حاصل على ماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بالمنصورة كذلك سنة 1998 بموضوع ابن جني ناقدا، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة 2002 بموضوع المتنبي في الأدب والنقد الأندلسي، وهو يشتغل الآن أستاذا للغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام. له العديد من الكتب، أهمها ابن جني ناقدا، مبضع الجراح، دراسات نظرية وتطبيقية في نقد التحقيق، المرأة في أدب الرافعي، المتنبي في الأندلس، الوجهان الرائقان، جماليات مدح الشيء وذمه في التراث العربي، الأخطاء اللغوية لدى طلاب الثانوية العالية في بروناي دار السلام، اللؤلؤ والغواص، قراءة في الأدب الوسيط، في النص الأدبي عباسي ومملوكي، كتاب بالاشتراك، وكتاب الأدب الأندلسي رؤية تاريخية وفنية جديدة، وهو كذلك بالاشتراك. وله العديد والعديد من البحوث المنشورة في المجلات الدولية المحكمة. أستاذ، قبل أن ندخل موضوعنا، أثارني عنوان من كتبك، الوجهان الرائقان، جمالية مدح الشيء وذمه في التراث. هل يمدح الشيء ويذمه في آن واحد؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه ربه معلما، فعلم الجاهل وقوم المائل وميز الحق من الباطل. أما بعد، فبداية أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مركز الشهاب للبحوث والدراسات على دوره التنويري التثقيفي، وبخاصة البرنامج المتميز مجالسات، والذي استضاف فيه عددا من كبار العلماء والمفكرين. والشكر على وجه الخصوص للأخ الكريم الدكتور خير الدين درويش، الذي لم ألتقي به مباشرة، ونرجو أن نلتقي به قريبا إن شاء الله، لكن سماعي الحلقات التي أدارها ألفيته يتمتع بحضور الذهن وسعة الثقافة ولباقة الحوار. وقبل أن ندخل في موضوعنا، مدح الشيء وذمه، نعم، كان هذا اختبارا أساسيا لمن يراد التأكد من بلاغته. كيف؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم الحديث الذي يقول إن من البيان لسحرا، ولكن كثيرا منا يغفل عن مناسبته أن محاورة تمت بين
الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم. فقام الزبرقان بالثناء على عمرو ثناء لم يعجبه أو لم يره كافيا، فقال: يا رسول الله، لقد عرف مني أكثر من هذا، ولكنه حسدني، فما كان منه إلا أن ذمه وقال إنه لزمر المروءة، لئيم الخال، كذا كذا كذا. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال: إن من البيان لسحرة، يعني المبين يستطيع أن يرفع شيئا إلى أعلى عليين وأن ينزل به إلى أسفل سافلين من خلال الكلمة. ولا ننسى أن هناك عددا من الكتب في هذا في التراث العربي، كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي، عندما تجد مثلا محاسن الكرم ومساوئ الكرم، ومحاسن البخل ومساوئ البخل، هكذا، وكتاب تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي، كتاب تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي. وفي إحدى المرات يعني جاء أحد الشباب، ذهب إلى أحد العلماء يريد أن يتعلم منه البيان، فأراد أن يختبره كأنه اختبار القدرات الآن، قال لي: صف هذه النخلة. قال له: أبي مدح أم بذم؟ قال له: بمدح. فبدأ يمدحها بأن جناها معسول وأنها فيها كذا وكذا وكذا. قال له: فذمها. فبدأ يقول: إنها خشنة، وإنها صعبة المرتقى، وإنها وإنها وإنها. فقال له: قم يا بني، نحن إلى تعلم البيان منك أحوج. هذه المسألة لها يعني خلفيات سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة، يعني مرات يكون صاحب السلطة بيده زمام الأمور، فيقوم الشاعر أو الخطيب ويمدحه كل المدح، وبعدين يزول بساط السلطة من تحت قدميه، فيقوم بذمه وكذا وكذا. ونحن نعلم موقف المتنبي من كافور، كيف مدحه وكيف ذمه. فالمسألة مسألة كبيرة كبيرة، لها أبعاد تاريخية واجتماعية وكذا. وأحمد الله أنني ربما كنت أول من كتبت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، يعني ونشرت بحثا ثم جعلته كتابا، ثم أعطيت أحد الطلاب رسالة دكتوراه نقشت العام الماضي عن كتب المحاسن والمساوئ في التراث العربي. فالحمد لله رب العالمين. أفهم من كلامك أستاذ أن للكلمة قوة عظيمة، ترفع من تشاء وتضع من تشاء، وهاته لا شك في هذا. نعم، وهاته اللغة العربية معروفة بقوتها وقوة أهلها الذين حملوها. أستاذ، ما سر اللغة العربية؟ لماذا بقيت إلى يومنا هذا؟ لم تغب، لم تمت كباقي اللغات القديمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت سألت سؤالا يحتاج إلى كتاب، بل إلى كتب، من أجل أن نتكلم فيها عن خصائص هذه اللغة التي أعطتها سمة الخلود إن صح التعبير، ومنحتها القدرة الهائلة على التوسع بهذه الطريقة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. اللغة العربية بإيجاز لها جملة من الخصائص لا تكاد تتمتع بها لغة على وجه الأرض. فاللغة العربية من الناحية التاريخية قديمة عريقة، نصوصها الثابتة الموجودة اليوم تمتد إلى 500 سنة قبل الإسلام، يعني عندنا نصوص عمرها 1000 سنة ثابتة وموثقة الآن. وأستطيع أنا وأنت والطالب في المرحلة الثانوية والجامعية أن يقرأها وأن يفهمها دون أن يجد صعوبة، على حين أنك لو سألت كثيرا من الأساتذة المتخصصين في اللغة الإنجليزية
أن يقرأوا كلام شكسبير المتوفى 1616 ميلادية بنفس نصه الأصلي سيقف عاجزا بلا ريب. اللغة العربية تمتاز صوتيا باتساع المدرج الصوتي لها، والذي يمتد من أقصى الحلق إلى الشفتين، ويدخل فيه الجوف أحيانا والخيشوم أحيانا. اللغة العربية تتميز صرفيا بالمرونة الاشتقاقية الهائلة، فلغتنا لغة اشتقاقية وليست لغة إلصاقية ككثير من اللغات الهندوروبية. لغتنا تتميز نحويا بالإعراب الذي لا يكاد يكون موجودا في أي لغة إلا مثلا في الألمانية على استحياء، وتستطيع أن تميز في المعاني بين ما أحسن خالدا وما أحسن خالد وما أحسن خالد، والكتابة واحدة ولكن الإعراب هو الذي غير المعاني إلى آخره. لغتنا تتميز دلاليا بثراء معجمها، معجم هائل فيه مئات الألوف من الكلمات حرفيا. وعندما تقرأ على سبيل المثال العنوان فقط كتاب الفيروز أبادي، الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف، نتخيل له اسمان إلى ألوف. لغتنا تتميز بلاغيا بالدقة والإيجاز، ولو قرأت ما كتبه البلاغيون على سبيل المثال في الأمثلة التي ساقوها لإيجاز القصر لرأيت عجبا. واقرأ إن شئت مقارنتهم بين ولكم في القصاص حياة والقتل أنفى للقتل، ستجد شيئا رهيبا. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا لأن هناك خصيصة يعني غابت في الحقيقة عن كثير من الدارسين، ألا وهي صفة التوسعية. فأنا أعتقد أن لغتنا لغة غازية، نعم غزت كثيرا من اللغات في عقر دارها وتوسعت وحلت محلها جغرافيا عندما أزاحت جملة من اللغات العريقة والقوية وثبتت مكانها إلى يومنا هذا. فأنا وأنت نتكلم العربية، ولم تكن العربية لغة مصر قبل الإسلام إنما كانت القبطية، ولم تكن العربية لغة الجزائر إنما كانت الأمازيغية، أو كان الشمال بعضه يتكلم بلغات الغزاة من اليونان أو من الرومان. وجاءت العربية وأزاحت كل ذلك وثبتت هذا الثبات. بل الفرنسية التي ترسخت عندكم في الجزائر على سبيل الخصوص بسبب الاحتلال الفرنسي الذي قام بكل سبيل في سبيل فرنسة الجزائر، وبعد قليل زالت كل هذه الجهود وأصبحت هباء منثورا، وأصبحنا نتكلم بلسان عربي مبين والحمد لله. فاللغة العربية لغة غازية توسعت جغرافيا، ويعني لو قارنتها على سبيل المثال من ناحية عدد المتكلمين به، أكبر لغة في العالم يتكلم بها ناطقون أصليون الآن الصين، اللغة الصينية. والصين من الدول القليلة التي حدودها ثابتة من يعني أقدم عصور التاريخ إلى الآن. هل اللغة الصينية لغة توسعية؟ هل حلت محل لغة أخرى؟ لا. الهندية أيضا، الهند القوة البشرية الثانية الكبرى في العالم، هل الهندية القديمة من أيام السنسكريتية إلى الهندية الحديثة الآن أزاحت اللغة العربية، أزاحت لغة أخرى؟ لا، بل العكس، أقول لك إن الإنجليزية هي التي طعنت الهندية الحديثة الآن في مقتل، ولا تستطيع أن تتحاور في الهند إلا باللغة الإنجليزية في يومنا هذا. اليونان والرومان الذين احتلوا مصر وشمال أفريقيا، والإسكندر الأكبر الذي وصل من بلاده حتى الهند، هل أحل اللغة الإغريقية القديمة محل لغة معينة؟ ما حصل، لم يحدث شيء من هذا. أين هي اليونانية القديمة؟ وأين هي الرومانية القديمة؟ بل أين هي اللاتينية؟
كل هذا لا يساوي شيئا بجوار اللغة العربية التي هي لغة توسعية على مستوى الكم ومستوى الكيف. كيف؟ قلت لك إن توسع العربية توسع أفقي جغرافي، عندما أزاحت اللغات من دول كثيرة كما سنرى إن شاء الله، وعلى المستوى الرأسي لم تزح بعض اللغات ولكنها دخلت في أعماقها دخولا كبيرا. يعني اللغة الفارسية الآن كم عدد الألفاظ الفارسية العربية في اللغة الفارسية؟ يزيد على الثلث أو النصف من اللغة الفارسية، نصفها عربي صريح. لغة الأردو كم عدد الألفاظ العربية فيها؟ يزيد على الثلث. يعني أذكر أن مرة وأنا في باكستان أتصل بأحد الزملاء، اشتريت خطا جديدا أول ما وصلت وأتصل بأحدهم، فطبعا لو كان الرقم مشغول عندنا في مصر يقولون الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، فوجدت الرسالة الصوتية المسجلة تقول في الحال مصروف هي، هذه كلمة عربية في الحال الآن مصروف يعني مشغول هي، هذه علامة الربط في اللغة الأردو بين المبتدأ والخبر، دائما معظم الجمل تنتهي بهي هي هي هكذا. فالشاهد هذه كلمات عربية 100%، ثلث الأردية من العربية. اللغة الأسبانية الآن بسبب أن المسلمين أقاموا في الأندلس أكثر من 800 سنة فيها 4000 كلمة عربية، وهذا كلام مسجل يعني معجميا. اللغة الملايوية التي أنا أعيش بين ظهراني أهلها الآن فيها أكثر من 3300 كلمة من أصول عربية. اللغة التركية التي عندما سيطرت تركيا على معظم دول العالم العربي أدخلت كلمات تركية في اللغة العربية، ولكنها أقل من الكلمات العربية التي دخلت التركية. التركية فيها ما يزيد على 6000 كلمة عربية، فهذا يجعلنا نقول إن اللغة العربية هي بالفعل لغة توسعية، لغة غازية، لغة محتلة قامت باحتلال بلاد أخرى جغرافيا ولسانيا، وهذه سمة من سمات الخلود والقوة التي تتميز بها لغتنا الخالدة. نعم أستاذ، كما قلت فهي لغة غازية ولغة خالدة، وتكلمت عن ولوجها إلى اللغة التركية واللغة الفارسية واللغة الأردية. أذكركم فقط أستاذ بدخولها في اللغة الإسبانية واللغة الفرنسية، ومؤخرا الكتاب الذي أظهر ضجة نوزون ساتر ليزاراب الذي بيّن فيها قوة وجود القوي للغة العربية في اللغة الفرنسية. صحيح. نعم أستاذ مصطفى، اللغة العربية لغة خالدة موصوفة وتتصف بالخلود، ولكن لكل خلود بداية. كيف كانت بداية اللغة العربية وأين ظهرت وكيف تطورت؟ جميل. هو في الحقيقة أنا ممن لا يهتمون اهتماما كثيرا بالحديث التاريخي الموغل في القدم البعيد عن الأدلة سواء التاريخية أو المادية، لأننا لو أطلقنا العنان لأنفسنا في هذا الباب ستجد روايات تتكلم عن أن آدم عليه السلام كان يتكلم بالعربية، وأين نزل؟ يعني أنا وأنا في الهند سمعت من الهنود من يقول إن آدم نزل عندهم في الهند، وإنه عندما بكى على قتل أحد أبنائه الابن الآخر ونزلت منه الدموع الغزيرة، هذه الدموع الغزيرة هي التي سببت الجودة في طعم التوابل الموجودة في الهند. هذه خرافات، هذه أساطير. وأنا في الحقيقة عندي بحث منشور بعنوان الغيوب اللغوية بين الافتراء والعصبي، لكن دعنا من هذا لنذهب إلى التاريخ المؤيد بالشواهد الموثقة. والشواهد الموثقة تشير كلها إلى أن أصل العربية كان اليمن. أصل العربية كان اليمن، طبعا هي إحدى اللغات السامية، السامية الأم، انشطرت إلى لغات كثيرة، سامية شمالية وسامية جنوبية والشمالية شرقية وغربية وإلى آخره.
وقصة هذا الانشطار أيضا فيها غموض كثير لا نريد أن ندخل فيه، لكن العربية عربيتنا كثير من الشواهد وكثير من الدراسات تؤكد أن أصلها الأصيل كان في اليمن. ونحن حتى في اللهجات العربية نقسمها إلى قسمين، عربية شمالية وعربية جنوبية. ونعلم تاريخيا أن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو أول من تعلم العربية وأخذها من قبيلة جرهم اليمنية التي حطت في مكة في طريقها التجاري وما إلى ذلك، وعندما تزوج منها تعلم منها العربية، ومن هنا نشأت العربية العدنانية التي هي كانت في الشمال. ولذلك أنا كنت دائما أقول لإخواننا في اليمن لكم علينا يدان جميلان، الجميل الأول أن العربية جاءت من بلادكم، والجميل الثاني أن جيش عمرو بن العاص الذي جاء وفتح مصر ثم بعد ذلك كان قاعدة لفتح شمال أفريقيا فيما بعد، لكن هذا في عصر عثمان رضي الله عنه، كان جمهوره من اليمن. يعني 3000، عمرو بن العاص دخل مصر بجيش فيه 3500، 3000 الأوائل كانوا من اليمن، وال500 أخذوا من بعض القبائل الشمالية وما إلى ذلك. فجيش الفاتحين معظمه كان من اليمن، ولذلك تجد حتى هم استقروا في صعيد مصر في الغالب وفي قليل من محافظة الشرقية، وتجد شكل إخواننا في صعيد مصر قريب جدا من شكل اليمنيين وما إلى ذلك. الشاهد أن هذه اللغة أساسها اليمن، ثم انتقلت إلى الشمال في زمن إسماعيل عليه السلام، وصار عندنا لها فرعان، الفرع العدناني الشمالي والفرع القحطاني الجنوبي، ثم بدأت تنتشر في كل أنحاء الجزيرة العربية، وتولدت منها اللهجات الكثيرة، لهجات تميم وقضاعة وحمير وإلى آخره. وشاء الله عز وجل قبيل الإسلام لحكمة يعلمها سبحانه أن تتوحد هذه اللهجات في لهجة واحدة، نستطيع أن نقول إنها ستاندرد عربيك أو العربية القياسية، مع وجود الظواهر اللهجية الأخرى في لهجة قريش، طبعا لعوامل كثيرة ذكرها العلماء منها العامل الديني، لأن قريش تسكن مكة ومكة فيها الكعبة، والكعبة يعظمها العرب جميعا ويفدون إليها، منها العامل الاقتصادي لأن مكة في منتصف الطريق بين الشام وبين اليمن، ورحلة الشتاء والصيف، وهذا الطريق هو الطريق التجاري الأساسي بين الشمال والجنوب، فكانت المحطة الدائمة أو الرئيسة هناك، وبالإضافة إلى العامل الأدبي لأن فيها أسواق أدبية وفيها شعراء وكذا وكذا، والعامل اللغوي، يعني كثير من الناس نسب هذا القول إلى الأصمعي وإلى ثعلب عندما وصف لهجة قريش بأنها ترفعت، يعني تعالت وليس فيها شيء من عنعنة تميم ولا تلتلة بهراء ولا كشكشة ربيعة ولا كسكسة مضر ولا عجعجة قضاعة وما إلى ذلك. فهذا كله جعلها اللهجة القياسية المتميزة، وكل هذا كان بقدر الله تمهيدا لأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وأن يكون خارجا من هذه البقعة، وأن ينزل القرآن الكريم بلسانها في الأعم الأغلب منه. هذا بالنسبة للعربية نستطيع بإيجاز قبل الإسلام حتى توحدت، لأن ما بعد الإسلام شيء آخر، نستطيع أن نقول إنه زمن الفتح الأعظم أو زمن الغزو الأكبر إن شئت فقل. هذا بالنسبة للتاريخ القديم. نعم أستاذ، اللغة العربية كما قلتم تطورت مع بدأت مع إسماعيل عليه السلام، وهذا ما هو موثق، يعني قبل إسماعيل عليه السلام كانت هناك العرب البائدة كما يقال، ثمود وعمر وعاد، ثم جاءت العرب العاربة لهم اليمن، ثم جاءت العرب المستعربة لإسماعيل عليه السلام، حتى وصلت إلى قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام
وبدأ الفتح العربي الإسلامي ومشت اللغة العربية مع القرآن. كيف كان تطورها مع تطور مع انتشار الإسلام والقرآن؟ طبعا الإسلام كما نعلم الدين الخاتم الذي أرسله الله عز وجل للناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا ما فهمه المسلمون، ووجدوا أن من واجبهم أن يعرضوا هذا الدين على الناس، وأن يمنعوا أولئك الذين يمنعون الناس من اعتناق ما يريدون من عملهم الذي يحول بين الناس وبين الحق، فقاموا بنشر هذا الدين فيما عرف بالفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية صاحبتها فتوحات لغوية. طبعاً أنا لا أريد أن أدخل في المسألة من الناحية الدينية والتاريخية ومسألة انتشار الإسلام وما يقال أنه انتشر بالسيف وما إلى ذلك، وكل هذه ترهات وخرافات، إنما أنا أتكلم عن الفتح اللغوي الذي جاء مصاحباً للإسلام. عندما بدأ المسلمون يطرقون بمقامع من حديد حضارتين عاتيتين، بلاد فارس والروم. فارس والروم في ذلك الوقت كروسيا وأمريكا الآن، القوتان العظميان على وجه الأرض، ويشاء الله عز وجل أن رعاة الغنم الذين خرجوا من هذه الصحراء والذين ليس لهم حضارة معتبرة يعني قوية وثابتة، طبعا فيه مظاهر قليلة، ليست لهم حضارة معتبرة قبل الإسلام، يقومون بالقضاء على الإمبراطورية الفارسية وبإزاحة الإمبراطورية الرومانية من الشام ومن مصر ومن شمال أفريقيا، فكأنهم انتصروا على أعتى قوتين على وجه الأرض. وبالتزامن مع هذا الانتصار كان هناك فتح لغوي موازن، فاللغة العربية حلت محل الفارسية في العراق وفارس نفسها، يعني في إيران سوف نتكلم عن هذا، أن جل كتابات الفرس في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس كانت باللغة العربية، والعراق كانت ناطقة بالفارسية عندما كانت تتبع الإمبراطورية الفارسية قبل ذلك، اللهم إلا أجزاء صغيرة من الحيرة في الأطراف، فزحت الفارسية تماما وزحت الرومية من بلاد الشام وأزاحت القبطية من مصر وأزاحت الأمازيغية من شمال أفريقيا وأزاحت اللاتينية أو اللهجات التي كانت موجودة في الأندلس قبل الفتح الإسلامي، لأنها كانت خليط من اللاتينية يونانية رومانية أشياء مختلفة، أزاحتها واستقرت مكانها وشكلت إلى الآن ما يعرف بالعالم العربي، ولم تدخل اللغة مكانا وخرجت منه باستثناء الأندلس. طبعا هذا لظروف تاريخية وكلام شرحه يطول يحتاج إلى أيام وليالي. فاللغة العربية يعني لغة انتشرت مع الفتوحات الإسلامية انتشارا ليس له نظير في تاريخ اللغات، وهذا ليس كلامي إنما كلام رينان، أرنست رينان المستشرق الفرنسي المعروف، يقول إن انتشار اللغة العربية لا يعتبر من أغرب ما وقع في تاريخ البشر، كما يعتبر من أصعب الأمور التي استعصى حلها، هذا في كتابه تاريخ اللغات السامية، يعني شيء غريب جدا جدا أن تكون هذه اللغة الخارجة من الصحراء تنتشر هذا الانتشار وتثبت هذا الثبات وتبقى في هذه الرقعة الممتدة من المحيط إلى الخليج إلى يومنا هذا، والمشكلة أنها أزاحت
لغات من حضارات عريقة، ليست مثلا لم تأتي إلى مثلا بعض الغابات المجهولة أو ما إلى ذلك، لا، أنت تتكلم عن ترسخها في ثروة العالم القديم. أنا يعني أعتقد اعتقادا جازما أن أساس الدنيا وأصل الدنيا لا يبرح هذه الدائرة، دائرة العراق والشام ومصر، دائرة العراق والشام ومصر، هذه المنطقة فيها كل أنبياء أو جل أنبياء الله عز وجل، وهي أساس الحضارة وهي أساس الإنسانية، فتحل اللغة العربية محلها وتزيح كل هذه اللغات. وهذا من الأمور يعني الغريبة التي كما قلت لا نظير لها في أمة من الأمم. لذلك فإن اللغة العربية رسخت نفسها بعد الإسلام، واستمر هذا الرسوخ إلى هذه الساعة، وكما قلت المكان الوحيد الذي خرجت منه الأندلس بعد أن ترسخت فيه هو الأندلس. الأندلس. لا أستاذ نعم. مصطفى، اللغة العربية تطورت بشأت مع الفتوحات الإسلامية وفتحت بلدان وأسقطت حضارات، وقام العلماء بجمع اللغة العربية وحمايتها وتوبيبها لي نقطة فقط أستاذ أريد أن توضحها لي وأن أقرأ عن اللغة العربية وعن طريق جمع اللغة العلماء للغة العربية لما قاموا بالتحديد الزمني والمكاني. أجد أن بعض العلماء يعيبون على علماء ذاك الزمن في تحديدهم الزمني في جمع اللغة العربية، ويقولون أنهم منعون من خير كثير في تحديدهم في الزمني للغة العربية للشاهد اللغوي. ما رأيك أستاذ في هذا القول؟ والله هذه قضية يعني لها جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي أن العلماء الأوائل وضعوا ضوابط زمانية ومكانية للغة التي يحتج بها من أجل الحفاظ على نقاء العربية وصفائها وبعدها عن كل ما يشوبها. على سبيل المثال وضعوا ضوابط مكانية، يعني هل تتخيل أن القبائل في الجزيرة العربية نفسها لم يضعها العلماء على مستوى واحد، وإنما جعلوا منها قبائل في الدرجة العالية التي تقبل لغتها وقبائل دون ذلك، قبائل لخم وجذام وهؤلاء الذين يعيشون في الأطراف تأثروا باللغات المجاورة ففسدت لغتهم. طيب هذا من الناحية المكانية، فهم كانوا حريصين على النقاء. كذلك الزمنية، الدولة الإسلامية كانت حتى العصر الأموي نهايته دولة عربية متعصبة إن شئت فقل للعربي والعربي. لما قامت الدولة العباسية، الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس، كما نعلم دعوة أبي مسلم الخراساني كان أساسها خراسان، فلما انتصر العباسيون استعانوا بالفرس وصارت الكلمة العليا للفرس، ودخلت كلمات كثيرة جدا جدا من اللغة الفارسية للغة العربية. لذلك علماؤنا الأوائل بارك الله فيهم وضعوا الحدود الزمانية والمكانية من أجل الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة النقية من الشوائب والعوج الذي يأتي من الأجانب أو حتى من العرب الذين تأثروا بالعنصر الأجنبي. هذا الجانب الإيجابي ولا يستطيع أحد أن ينكره وجزاه الله خير. ولكن الجانب السلبي أن اللغة هي أداة وظيفية، كما قال ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، واللغة كائن حي، وهذا عنوان كتاب جورج زيدان، اللغة كائن حي، وأنا وأنت وكل الناس في شبابهم ليسوا كطفولتهم وليسوا كشيخوختهم، وهذا أمر ثابت لا ينكره أحد. ومن الأمثل
أن ترصد كل هذه التحولات الدلالية والمصطلحية وما دخل اللغة من ألفاظ أعجمية وما إلى ذلك. حرمنا كثير من المعجميين من هذه الألفاظ، وبعضهم أدخلها ولكنه وسمها بأنها أعجمي أو فارسي أو ما إلى ذلك، وكأنه يجعلها لفظا من الدرجة الثانية. الآن بدأ التفكير في صناعة معجم تاريخي للغة العربية يرصد كل هذه التحولات. يعني الناس الذين عاشوا في القرن الخامس الهجري ودخلت كلمات فارسية كثيرة أشعارهم، إذا أنا لم أسجل هذه الكلمات في المعجم فمن يسجلها؟ إذا كنت أقرأ في شعر مهيار الديلمي على سبيل المثال، ومهيار الديلمي كما تعلم أصله من الديلم ليس عربيا، وهو من أكثر شعراء العربية القدامى نتاجا، بمعنى ديوان مهيار المكون من 4 أجزاء في طبعة دار الكتب المصرية فيها أكثر من 25,000 بيت، وهذا 5 أضعاف شعر المتنبي. يعني شعر المتنبي في حدود 5,400 بيت، مهيار أكثر من 25,000. سأجد عنده عددا كبيرا من الكلمات الأعجمية أو من الاستعمالات المولدة التي كانوا طبعا علماؤنا القدماء أيام الأصمعي وأبي حاتم وهؤلاء ينكرونها كل الإنكار، حتى على بشار وعلى أبي نواس. طب هذه الاستعمالات المولدة ألا تستحق من يتنبه إليها ويرصدها ويسجلها بغض النظر عن كونها في الدرجة العليا من الفصاحة أو دون ذلك؟ لذلك تنبهت الأمم في القرن 19 للأسف مؤخرا إلى صناعة ما يسمى بالمعجم التاريخي، وصنع معجم تاريخي للغة الإنجليزية، معجم أكسفورد، وصنع معجم للغة الفرنسية، والألماني فيشر وصنع معجم للغة الألمانية، دعا إلى صناعة معجم تاريخي للغة العربية، ويعني قامت الدنيا ولم تقعد حول المعجم التاريخي، وجاء فيشر إلى مجمع اللغة في القاهرة وكذا وكذا، وقام الموضوع ومات وقام ومات وقام ومات. ويشاء الله عز وجل في السنوات 10 الأخيرة فقط أن يقوم معجمان تاريخيان، معجم الدوحة التاريخي للغة العربية والمعجم التاريخي للغة العربية والذي تتبناه أو يتبناه اتحاد المجامع اللغوية العربية، ولكن تنفق عليه الشارقة. فشاء الله أن يسير هذان المعجمان. أستاذنا الكريم أحد المحررين في معجم التاريخ في قطر الدوحة. نعم، أنا الحمد لله أنا محرر في معجم الدوحة التاريخي منذ نشأته أو منذ بداياته في 2000. هو بدأ المشروع 2013، لكن بدأ العمل الفعلي في 2015 وإلى الآن. وأنا قبل أن أتحدث معك بدقائق كنت في لقاء مع يعني إدارة المعجم بين المحررين اللغويين حول العالم. توفيق إن شاء الله دكتور، توفيق. أستاذ مصطفى، اللغة العربية أو أي لغة تتكلم كما أنها تكتب. نعم. واللغة العربية معروفة يقال الخط العربي. لماذا هذا الوصف الخط العربي؟ هل له خصوصية خاصة؟ هل له تاريخ خاص؟ يا سلام، الخط العربي من أعظم مميزات هذه اللغة، خاصة يعني أننا نعتبره من الفنون. هذا أحسنت وأفدت. يعني لابد أن نعلم عدة أمور تاريخية. أولا، من أين جاء الخط العربي؟ أيضا سنختلف، وإن كان كانت الشواهد كلها تشير إلى أن العرب لم يخترعوا هذا الخط اختراعا. هل أخذوه من الخط المسند الحميري اليمني من الجنوب، أو أخذوه من الخط النبطي في الشمال؟ أيا كان، وأيا كانت صورة خط الجذم الذي كان موجودا في مكة في بدايات الإسلام، لكن نفس المسألة، مسألة التطور الهائل والتوسع الهائل الذي حدث للغة العربية حدث لخطها العربي.
نحن نعلم أن الخط أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والنصوص الموجودة من المصاحف الأولى ليس فيها نقص ولا شك. أكيد. ليس فيها نقص ولا شك، وإنما كان الناس يميزون الكلام فيها بالسليقة اللغوية بطبيعة الحال. ثم وضع الضبط أولاً على يد أبي الأسود الدؤلي على هيئة نقاط، يعني كانت الفتحة نقطة والضمة نقطة والكسرة نقطة، الفتحة نقطة من فوق والضمة والكسرة من تحت والضمة في الوسط. ثم جاء نصر بن عاصم الليثي ووضع أعاد ترتيب الحروف، لأن كان الترتيب القديم أبجد هوز هو الذي رتبها ألف باء تاء ثاء، ولذلك نسميها الأبجدية أو الهجائية النصرية، ووضع عليها النقاط الباء بنقطة والتاء نقطتين والثاء هكذا، فالتبست النقاط عنده بنقاط الضبط التي وضعها أبو الأسود، فجاء الخليل وجعل الفتحة يعني ألف مائلة والضمة واو صغيرة والكسرة يعني ياء مائلة وهكذا. بعد هذا ومع الفتح الإسلامي تحول الخط إلى فن، ابتداء من الخط الكوفي الذي ظهر في العراق نسبة إلى الكوفة وما زال موجودا إلى الآن، والمسلمون لم يتجهوا إلى التمثيل أو صناعة التماثيل العارية كما كان مشهورا في الحضارة اليونانية والرومانية، وجعلوا فنونهم في خطهم، حتى نسب إلى قيصر فيما أعتقد أنه كان يقول: ما أحسدهم على شيء حسدي لهم على جمال خطوطهم، ما أحسدهم على شيء حسدي لهم على جمال خطوطهم. الخط العربي أيضا صار توسعيا أو خط غازيا خطا محتلا. أستطيع أن أقول لك أنه في القرن الرابع أو الخامس الهجري أصبح الخط العربي هو الخط المسيطر على الدنيا. لماذا؟ لأن الإسلام لما دخل مناطق معينة أهلها ليس لهم خطوط أساسا، ليست لهم خطوط، لأن الخط مرحلة متقدمة جدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، فلم يجدوا إلا هذا الخط العربي فأخذوه، وبعضهم كانت عنده خطوط لكنهم أخذوا هذا الخط. وأستطيع أن أميز لك بين عدة مناطق. منطقة آسيا الوسطى، كل دول آسيا الوسطى كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وهذه المناطق كانت فترة من الفترات، وسوف تعلم أن عددا من العلماء ومن واضعي المعاجم خرجوا منها، كانت تكتب بالحروف العربية، والناس إلى يومنا هذا يعني ظلت هذه الدول تكتب لغتها بالحروف العربية. ما زال في عقيدة الناس في هذه المنطقة أن الخط العربي هذا جزء من القرآن جزء من الإسلام. أحد تلاميذي من هذه المنطقة قال: كان أحد الطلاب يدرس في الأزهر وبعدين اشترى حذاء من مصر، والحذاء مكتوب على نعله من الأسفل صنع في مصر باللغة العربية، رآه الناس وفي أسفل النعل صنع في مصر فكادوا يقتلونه، هم لا يعرفون ما معنى هذه الجملة، ظنوا أنها آية من القرآن. ظنوا هو هذا الخط في أذهانهم مرتبط ارتباطا تاما بالقرآن الكريم، ولذلك كادوا يفتكون به، كيف تكتب شيئا من القرآن على النعل. منطقة ثانية أفريقيا. أفريقيا عندما دخلها الإسلام أهلها ليست لهم حضارة، معظم القبائل الموجودة في أفريقيا ليست عندها لغة مكتوبة، وبالتالي لما جاء الإسلام أخذوا الخط العربي، وظل هذا الخط العربي موجودا حتى جاء الاحتلال الأجنبي الفرنسي والإنجليزي، كما أن الاحتلال الروسي لدول وسط آسيا أزاح الخط العربي، جاء الاحتلال الفرنسي والإنجليزي وأزاح الخط العربي. إلى الآن أنا رأيت بعيني نقود بشيلين أوغاندي عندما زرت أوغندا مكتوب باللغة السواحلية، وكانت اللغة السواحلية
تكتب بالحروف العربية، واللغة السواحلية موجودة في 7 دول من شرق أفريقيا، يعني موجودة في أوغندا وفي زنجبار وفي كينيا وفي يعني جنوب الصومال وفي تنزانيا هكذا. كانت في غرب أفريقيا لغة الهوسة، والتي هي موجودة في نيجيريا وفي بعض القبائل اليوربا والمندينكا، هذه اللغات كانت تكتب أيضا بالحروف العربية، فجاء الاحتلال الأجنبي وأزاحها، لأنه يعتبر أن إزاحتها جزء من إزاحة الإسلام وجزء من إزاحة الحضارة العربية في هذه المنطقة. المنطقة التي أنا فيه، هل تتخيل أن الخط العربي جاء إلى أرخبيل الملايو؟ أرخبيل الملايو، نحن في أبعد منطقة على وجه الأرض بالنسبة للعالم العربي. في أرخبيل الملايو كانت اللغة الملايوية حتى وقت قريب جدا 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 تكتب بالحروف العربية، وهذا الذي يسمى بالخط الجاوي. الخط الجاوي نسبة إلى جزيرة جاوة الإندونيسية، بعضهم يشكك في هذه التسمية، أيا كان يكتب بالحروف العربية باستثناء بعض الأصوات التي ليست موجودة في اللغة العربية فتجدها مختلفة قليلا، يعني مثلا صوت هذا النون التي بغنى هذه، هذا الصوت ليس موجودا في اللغة العربية، تكتب بالحروف اللاتينية NG، فكيف يكتبونهم؟ يكتبونها غين عليها 3 نقط وهكذا. فالشاهد أن اللغة الملايوية كانت تكتب بالحروف العربية حتى وقت قريب. هل تعلم أن الاحتلال الأجنبي الذي جاء إلى هذه المنطقة، يعني وزعت بين البرتغال وبين الأسبان وبين الإنجليز وبين 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 اليابانيين وإلى آخره، إندونيسيا قامت عام 1947، لكن في عام 1945 قبل أن يرحل الاحتلال أسقط الكتابة العربية من اللغة الملايوية، اللغة الإندونيسية، وأصبحت تكتب بالحروف اللاتينية، بل أمعن في فصل اللغة الإندونيسية عن اللغة العربية. يعني أنت ترى أن لو دخلت على جوجل ترانسليشن تجد لغة تسمى الإندونيسية ولغة تسمى الملايوية، وهما شيء واحد لا يختلف على ذلك اثنان، ولكن كان ما كان. نحن هنا في سلطنة بروناي، الشيء الجميل الذي يحمد، رغم أن الكتابة الرسمية للغة الملايوية هي بالحروف اللاتينية، ولكن يعني هنا أمر سلطاني بأن يتعلم الطلاب والأطفال حتى في المدارس الابتدائية الخط الجاوي، وأي محل لا بد أن يكتب اسمه أولا بالحروف الجاوية التي هي عربية وببنط أكبر وفوق، ثم بعد ذلك بالحروف يعني اللاتينية وببنط أقل، رغم أنها يعني بالنسبة لنا كعرب تسبب لنا إزعاجا بسبب يعني مشاكل كثيرة وما إلى ذلك. الشاهد أن الاحتلال أزاحها أيضا. تركيا دولة الخلافة الإسلامية، اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية حتى سقطت الخلافة الإسلامية 1924، يعني بعيدها بقليل 1928 صدر مرسوم أتى تركي باستخدام الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية التي كانت تسمى بالأبجدية العثمانية. فأنت ترى أن عملية إزاحة الخط العربي من هذه المناطق، وسط آسيا، بلاد الملايو، أفريقيا، تركيا، وكانت هناك محاولة على فكرة في مصر، ودارت حولها حرب طاحنة حول ما تقدم به بعضهم من أجل كتابة العربية بحروف لاتينية. وتتخيل لو كانت نجحت هذه المؤامرة ولم يقف لها المجمع اللغوي في القاهرة بالمرصاد، لكانت كل الدول العربية الآن
تكتب لغاتها بالحروف اللاتينية، وأصبح الخط العربي شيئا من الآثار، كأنه الخط الهيروغليفي الموجود من أيام الفراعنة. ولكن الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. أستاذ مصطفى، الخبير الملاوي كما حدثت في الأول، قلت نتكلم على الجدل أن الفتوحات الإسلامية كانت بالسيف أو بغير سيف. أنا أظن أن الإسلام في الخبير الملاوي هو أكبر دليل أن الإسلام ذهب بدون سيف، لأن الخبير الملاوي لم يصلها جيش إسلامي، الإسلام وصل مطلقا عن طريق التجار فقط. وكما مطلقا ذكرت، نعم كما ذكرتم، تكلموا العربية وكتبوا العربية ودخلوا في الإسلام لا سيف ولا جيش، وهذا أكبر دليل مطلق على أن الإسلام ذهب بدون ليس بدين سيف. أستاذ مصطفى، اللغة العربية انتشرت ودخلت فيها الأمم وتكلمتها. الآن أتكلم على المستوى الأكاديمي، العلماء بماذا كانوا يكتبون؟ هل كانوا يكتبون باللغة العربية؟ هل كانوا يكتبون باللغة مثلا الفارسية؟ خاصة علماءنا الكبار الذين يعتبروا مراجع الآن لنا. أحسنت في هذا السؤال دكتور خير الدين، فقد أتيت على منطقة تعطي دليلا دامغا على قوة هذه اللغة وتوسعيتها. أنا قلت فيما مضى إن في القرن الرابع والخامس والسادس كانت اللغة العربية تقريبا هي لغة التأليف الموحدة في العالم الإسلامي كله. والعجب كل العجب أنك عندما تنظر في كبار العلماء المفسرين والمحدثين وكذا وكذا، ستجد أن أصولهم غير عربية، ولكنهم كتبوا باللسان العربي المبين. لو جئت على سبيل المثال لعلم الحديث، الكتب الستة، طبعا مصطلح الكتب الستة معروف في علم الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، الكتب الستة أصحابها الستة ليسوا عربا، أصحابها الستة 100% ليسوا عربا. لو أضفت إليهم البيهقي صاحب السنن الكبرى والصورة والوسطى، والحاكم صاحب المستدرك، والدارقطني صاحب العلل، وابن حبان إمام الجرح والتعديل، والطبراني صاحب المعجم الكبير والصغير والأوسط، كل هؤلاء ليسوا عرب. أستطيع أن أقول إن علم الحديث في معظمه قام على أكتاف غير العرب. طيب تيجي للتفسير، عندما تسمع أسماء مفسرين، ابن جرير الطبري، هل الطبري هذا عربي؟ هذا من طبرستان. الواحدي، تفسير الواحدي، هذا نيسابوري، هذا من نيسابور. الرازي، هذا من الري. البغوي، النسفي، البيضاوي، الزمخشري، هذه هؤلاء علماء من أصحاب التفاسير، كلهم ليسوا عرب. دعك من هذا، علوم اللغة العربية نفسها يا رجل، العلوم، علوم اللغة العربية، إذا ذهبت إلى سيبويه ليس عربيا في الأساس، يعني حتى لقبه كلمة سيبوي هي كلمة فارسية مكونة من كلمتين سيب ووي، أغلبهم على أن سيب بمعنى تفاح ووي بمعنى رائحة، رائحة التفاح، هذا ليس عربيا. يعني أحد أصدقائنا من إيران كان أحد المشايخ يعطي درسا في الكعبة، وبعدين تكلم في كلمة فقام يرد عليه فقال له اسكت، أنت من أين أنت؟ قال من إيران. أنت فارسي، أنت أعجمي، أنت لا تفهم العربية. قال له ولكن سيبويه من عندنا، هو الذي علمكم النحو، أليس كذلك؟ ولو ذهبت أيضا مع علماء النحو ستجد أبو علي الفارسي شيخ ابن جني اسمه فارسي، وابن جني أصول رومي، ومن أشهر المراجع في النحو الكافية والشافية، الكافية والشافية، الكافية في النحو والشافية في الصرف، لرضي الدين الأسترابادي، أستراباد من بلاد فارس، وهكذا. أكثر من ذلك، المعاجم التي تحتاج إلى صناعة ضخمة، لو استثنيت فقط معجم العين للخليل بن أحمد، أكاد أقول لك إن معظم المعاجم التي جاءت بعد ذلك لمؤلفين ليسوا عرب.
على سبيل المثال بعد الخليل مثلا تهذيب اللغة، من مؤلف معجم تهذيب اللغة؟ الأزهري. إياك أن تظن أن الأزهري هو أحد الأزهر. علماء الأزهر وأنه منسوب إلى الأزهر. أبو منصور الأزهري الأزهر هذا اسم جده، أو يعني لقب جده، فهو الأزهر يعني من هذا الرجل، أو جده هو الأزهر. لكن أبا منصور الأزهري مولود في هراه، هراه الآن في أفغانستان، من إقليم خراسان هراه. طيب بعده معجم ديوان الأدب، من صاحبه؟ الفارابي. ابن أخته الجوهري صاحب معجم الصحاح، تاج اللغة والصحاح العربية. أين يوجد يعني أين ولد الجوهري؟ ولد أيضا في فاراب، لأنه ابن أخت ذلك ابن أخت الفارابي. وفارابي الآن في كازاخستان. معجم مقاييس اللغة، المعجم الأشهر في اللغة العربية الذي يتكلم عن المعاني النووية للمادة، معجم مقاييس اللغة ابن فارس، اسمه ابن فارس، هذا من منطقة قزوين في إيران. معجم المحيط في اللغة، من مؤلفه؟ الصاحب ابن عباد. الصاحب ابن عباد كان وزير في منطقة الري في إيران. القاموس، مجد الدين الفيروزابادي، الفيروزابادي من فيروزاباد من بلاد فارس أيضا. الزمخشري، معجم أساس البلاغة، من أين؟ من زمخشر، زمخشر الآن في أوزبكستان. فأنت تتكلم عن المعاجم الكبرى الأساسية في اللغة العربية أصولها للأسف ليست عربية. أشد من ذلك الأدب والبلاغة، طبعا هذا يحتاج إلى عربي قح من أجل أن يفهم المعاني الحقيقية والمعاني المجازية والتعبيرات وما إلى ذلك. ولكن عندما تجد أن أشهر علماء البلاغة في اللغة العربية من؟ عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل والأسرار. كل الدراسات البلاغية المعاصرة الآن عالى على دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وعبد القاهر هذا من جرجان، جرجاني في بلاد فارس. مفتاح العلوم للسكاكي، السكاكي هذا طبعا السكاكي نسبة إلى صناعة سكة المحراث ليس إلى قرية، وإنما هو مولود في بلاد فارس وعاش طيلة عمره في خوارزم. لو قرأت كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي، الثعالبي أيضا ليس عربي وهو من نيسابور، قسم كتابه أربعة أقسام يذكر فيه محاسن الشعراء. كان القسم الأول في محاسن شعراء آل حمدان ومنطقة الشام، والقسم الثاني في محاسن شعراء العراق، لكن القسم الثالث في محاسن شعراء أهل الجبال وفارس وجرجان، والرابع أهل خراسان. فنتخيل أن محاسن أهل العصر التي كتبت التي كتبها الشعراء في القرن الخامس الهجري الذي كان فيه الثعالبي أكثر من النصف لشعراء ليسوا عربا، وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أن العربية ليست من لأحدكم بأب ولا أم، ليست إنما العربية اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. وهذا كله دليل على أن اللغة العربية كما تفضلتم بالسؤال كانت هي اللغة الأكاديمية الأولى في العالم الإسلامي. وأنا لا أستطيع أن أتبين مؤلفات ذات بال في هذه الحقبة التاريخية كتبت بغير اللغة العربية، لأنها هي اللغة الرسمية المعتمدة، شاء من شاء وأبى من أبى. وأنت تذكر، أنتم تذكرون أستاذ أصحاب الكتب وأصولهم الغير العربية، تذكرت قصة أظن عبد الملك بن مروان، أو لما جاء ذاك العالم وذكر له من العلماء من الموالي ولم يذكر له من العرب فغضب. نعم نعم، يعني في العصر الأموي هذه المسألة كانت لها قصة له تاريخية، كل العلماء كانوا من الموالي، ما هو لأن لها سببا دكتور خيري. نعم، السبب ماذا؟ أن الدولة الأموية كان عندها تعصب للعنصر العربي، وبالتالي أنا كشاب أريد أن يكون لي شأن، ومن حق كل إنسان أن يبحث عن سبيل من سبل
النجاح يعني الشهرة والإبداع مكانة اجتماعية. والتميز، فوجد هؤلاء الشباب من غير العرب الذين كانوا يسمون بالموالي، وجدوا أنهم مبعدون عن السلطة. لا يمكن لواحد منهم أن يكون مثلاً أميراً أو قائداً أو وزيراً أو إلى آخره. لذلك وجهوا أنفسهم وجهة العلم، وجهوا أنفسهم وجهة العلم، فكلهم برعوا في العلم وفي الفقه. ولذلك لما جاء عبد الملك بن مروان يسأل عن أفضل علماء البصرة، يقول له فلان عربي أم مولى؟ مولى. الكوفة مولى، مكة مولى، مدينة مولى. يعني هذا الأمر أزعجه جدا، ولكنه لم يفكر في سببه. سببه كما قلت أن هؤلاء الشباب وجدوا أن الأبواب للتميز وللمكان الاجتماعية أمامهم موصدة، فشاء الله عز وجل أن يسخرهم لخدمة العلم، وكان هؤلاء الموالي هم القوة الأساسية التي بني عليها الفقه الإسلامي بعد ذلك. أستاذ ابن ما لم تذكر ابن منظور، أستاذ هل كان عربيا؟ نعم نعم، ابن منظور عربي الصليبة. ابن منظور أنصاري رويفعي، لا صاحب اللسان. ابن منظور هذا أنصاري رويفعي من نسل الصحابي الجليل رويفع بن الحارث، فهذا يعني نشاز وسط هؤلاء. الزبيد أيضا صاحب التاج نفس الكلام، لكن المسألة أن الغالبية العظمى كانت للأسف غير عربي. وهذا دليل أنه من تكلم العربية فهو عربي، لا علاقة لا بالعرق ولا بالجنس. نعم هذا صحيح. ونحن نتكلم عن ابن منظور وعن اللغة العربية، أستاذ أنقل لك نصا له، ولقد أخذته من آخر خاطرة لك من خواطر دار السلام. نعم الذي ابتدأت بنا. نعم، يقول: وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، أي مرددا مكررا، وصار النطق بالعربية من المعايب المعدودة، من المعايب المعدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة العجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية. أستاذ، هذا ابن منظور وصاحب أكبر قاموس ويشتكي، فما بالك في عصرنا الآن، اللغة العربية في عصرنا؟ يعني اللغة العربية في العصر الحاضر، وآخر خاطرة لك كانت بعنوان التلوث اللغوي. هذا صحيح. اللغة العربية في العصر الحاضر تواجه تحديات كبيرة كبيرة في الحقيقة، من أهلها ومن غير أهلها، ولكن في الوقت نفسه حتى لا ننظر إلى نصف الكوب المليء الفارغ فقط، وإنما علينا أن ننظر إلى نصف الكوب المليء في الوقت نفسه. فاللغة العربية تواجه تحديات لا شك في ذلك، أهمها توحش اللغة الإنجليزية على لغات العالم كله، يعني هذا ليس خاصا بالعربية، وإنما اللغة الفرنسية والألمانية وكل لغات الدنيا تشكو من سيطرة اللغة الإنجليزية. فأنت إذا ذهبت إلى أي مطار في الدنيا وتتكلم اللغة الإنجليزية ستستطيع أن تدبر أمورك، بالضبط كما لو كان معك الدولار الأمريكي، سوف تذهب به إلى أي مكان في الدنيا فهو معترف به. أما لو ذهبت بالجنيه المصري المسكين أو بالدينار الجزائري المسكين أيضا ربما وذهبت به إلى أي مكان يعني سيقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول. فاللغة العربية تواجه تحديا كبيرا من الخارج، خصوصا من اللغة الإنجليزية. يعني على سبيل المثال، يعني هذا أمر مزعج جدا 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 لنا معاشر الأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية. تخيل أن المؤسسات الأكاديمية لا تعترف بك كأستاذ مثلا في اللغة العربية إلا إذا
كان عندك رصيد من السيتيشن بالنسبة لأبحاثك العلمية المنشورة في مجلات تتبع سكوباس أو في جوجل سكولر أو في اتش اندكس أو هذه الأشياء؟ طب هذه الأشياء لا تقبل البحوث أساساً إلا باللغة الإنجليزية، لا تقبل البحوث العربية أساساً، فكيف أنا أحصل على يعني معدل في هذه المجلات وفي هذه المواقع؟ وهذا تحدي كبير، ولذلك نحن نقول لن نفرط في الكتابة بالعربية، وإن كنا نستطيع أن نكتب بغيرها بحمد الله. لماذا؟ لأنه قد يأتي يوم ولا يوجد أحد يكتب باللغة العربية، وكأنها خطة طويلة المدى على بعد 50 سنة لن ترى وراءك لا صبح الأعشى ولا الفسد ابن جني ولا هذه الأشياء، ربما تجدها مكتوبة بالحروف اللاتينية. فهذا تحدي أكاديمي كبير. أيضا التحدي الإعلامي، لأن الإعلاميين للأسف لا يدعمون وجود اللغة العربية ولا ثباتها، وإنما يدعمون اللهجات المحلية وكذا وكذا. الملوثات اللغوية التي تملأ الحياة في الأغاني الشعبية الهابطة، في اللافتات، في إلى آخره، كل هذه من التحديات التي تواجهك، والتي إذا نظر إليها بعض أصحاب النظر القصير سيقولون كبر على اللغة العربية أربعا فقد حانت ساعة الوفاة. ولكننا في الحقيقة لابد أن ننظر إلى نصف الكوب المليء في الوقت نفسه، حتى لا نكون تشاؤميين ولا عدميين. أولا، علينا أن نرى أن هناك عددا من المعطيات في صالح اللغة العربية. أول المعطيات ضخامة السوق المفتوح أمام اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة ثانية لكل مسلم على وجه الأرض وإن لم يكن ناطقا بالعربي، والمسلمون 3 أضعاف العرب. المسلمون من غير العرب عددهم يزيد على 1.2 مليار، والعرب في حدود 400 مليون. ولذلك فإنك ستجد أن هؤلاء المسلمين، هذا العدد الهائل من المسلمين مقبل على اللغة العربية. هذا الأسبوع كلمني أحد تلاميذي وقال إنه يدرس في القاهرة لشاب من بريطانيا، غلام في 11 أو 13 من عمره، وجاء وقال تعلم العربية فصار فيها طلقا فصيح اللسان، والآن أنا أدرس له، قرأت له الأجرومية ففهمها، وأقرأ له الآن قطر الندى ويفهمه، وجئته بكتاب في فقه الشافعية وقال أنا أريد تفسيرا، فهو كان يسألني ماذا ترشح له من التفاسير، قلت له ابدأ يعني اجعله يقرأ التفسير الوسيط الذي يعني عمله الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق من أجل أن يكون سهلا. قال الولد يقرأ فيه، يقول هذا سهل بالنسبة لي وأنا أريد ما هو أقوى من ذلك. فيعني سبحان الله، من الذي أرسل هذا الطالب البريطاني ليترك بريطانيا ويأتي ليعيش في القاهرة بزحامها ولأوائها ويستدعي مدرسا خصوصيا من أجل أن يعلمه اللغة العربية؟ إنه هذا الدين، أسرته وهبته للعلم الشرعي، ولذلك فإنه مقبل عليه كل الإقبال. عندما تنظر في مدينة البعوث الإسلامية في القاهرة كأنك في الأمم المتحدة. بالفعل الأمم المتحدة حقيقة أكثر من 100 جنسية موجودة، ما شاء كل الله. أنا كنت وأنا أدرس في القاهرة أمامي تقريبا معظم جنسيات العالم، هذا هؤلاء الملايو معروفون بشكلهم، وهؤلاء الهنود بشكلهم، وهؤلاء الأفارقة بشكلهم، وقليل من الطلاب من أوروبا ومن روسيا وما إلى ذلك. من الذي يعني أرسل هؤلاء
إنه هذا الدين، وهذا الدين خالد، وهذا الكتاب خالد، وبالتالي هذه فرصة لا ينبغي أن تفوت. الأمر الآخر يعني مستوى الإجادة والإتقان في اللغة العربية من جانب هؤلاء الأعاجم. لا تظن أن هؤلاء أو أن جمهور هؤلاء يتكلمون عربية مكسرة كما نقول، لا والله، أحياناً يتكلمون عربية أفضل من ما نتكلمه نحن. وسأذكر لك هذه الطرفة، حكاها لي أحد الأساتذة من باكستان، هو كان يدرس اللغة الأردية في الأزهر، وزارني في بيتي وأنا زرته في بيته في لاهور. الشاهد يقول أحد الزملاء ذهب إلى كلية الألسن في جامعة عين شمس لتدريس مادة أدب شبه القارة الهندية لطلاب قسم لغة الأردن، وقال أو هو وافق على ذلك، قال من أجل أن أحسن لغتي العربية، لأنه سيذهب إلى بلد عربي، إلى بلد كبير. بعد 3 أشهر طلب العودة إلى بلده، فقال له الزملاء في القسم هناك في عين شمس: لماذا يا أستاذ؟ قال: خفت على عربيتي. فقال له الأستاذ الذي يحاوره: أنت من إمتى اشتريت عربية؟ العربية في مصر في اللهجة المصرية تطلق على السيارة، يعني أكثر الناس يقول عربية سيارة، بيقولوا من إمتى اشتريت عربية؟ هو طبعا لا يقصد السيارة، إنما يقصد قال: خفت على عربيتي، يعني أنا جئت أتكلم عربية فصيحة نقية مليحة، وأنا أريد تعزيزها وتقويتها، فإذا بكم تهدمونها بهذه الوطنات الأعجمية. خاف عليها. فتخيل أن هذا أعجمي خاف على لسانه في بلد من بلاد العرب. كان من، سأذكر لك تلميذين من تلاميذ، كلاهما من ساحل العاج كوتيفوار. الأول رحمه الله، من توفي منذ 2 عامين، كان من كوتيفوار، اسمه سماغاسي لاسين. وهذا الطالب كان شاعرا له عدة دواوين باللغة العربية، له عدة دواوين باللغة العربية، حتى أصحابه كانوا يسمونه يعني رائد الشعر العربي الإبواري. فسماغاسي هذا والله يعني عندما جاءني خبر وفاته كتبت له نعيا سريعا، وكنت عازما على أن أكتب مقالة عنه في سلسلة صور قلمية لنماذج بشرية، ولعلي أعود. زميله أصغر منه ب3 سنوات تقريبا درست له، هو كوناتي فوزي. معروف أستاذ الشيخ كوناتي، معروف في يدرس في الأزهر يا سيدي. كوناتي يدرس في الجامع الأزهر، يشرح الأجرومية، يشرح يا أجرومية ماذا يا دكتور خير الدين؟ رأيت كتب. أنا درست لكوناتي، يعني انظر رسالته للماجستير كانت بعنوان توجيهات ابن الحاجب للمشكلات النحوية في مؤلفاته. رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الزميل العزيز المتخصص في النحو ترك كرسي رئاسة الجامعة وجاء وحضر هذه المناقشة. فتتخيل كوناتي هذا يقول كل شروح الكافية والشافية وعددها 30 شرحا عندي، وصور بعض الصور وهو يضع هذه الشروح والحواشي أمامه. وأنا أعتقد أن كثيرا من الباحثين في اللغة العربية وفي تخصص النحو والصرف ولو كانوا يدرسون ابن الحاجب ما وصلوا إلى هذه المصادر والمراجع. أحد تلاميذي أدارين، نستغل الفرصة فقط، وأنت ذكرت الأستاذ فوزي كوناتي، إن نعتزم على استضافته في برنامجنا إن شاء الله. نرجو إن شاء الله بإذن الله تعالى، نرجو أن يتقبل منا الدعوة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا درست له، ويعني هو دائما من الفضلاء، حتى دائما عندما يعلق عندي يقول صاحب الصناعتين، لأنني في بداية أمري عندما أيام كنت أدرس لهم كنت الشاعر الأبرز في الكلية في ذلك الوقت، والآن تركته إلى النثر، فهو دائما يقول عني صاحب الصناعتين. الشاهد أن كوناتي تلميذ آخر عرض موضوعا للدكتوراه، والموضوع ممتاز من وجهة نظري، وأنا أزكي كل التزكية
وهو باحث نابه، ولكن للأسف القسم لأسباب أخرى غير علمية لم يوافق عليه. كان موضوعه الذي تقدم به بعنوان الرواية العربية في نيجيريا. تتخيل الرواية العربية، الرواية المكتوبة باللغة العربية في نيجيريا، عندما تؤرق لفن للسرد العربي في نيجيريا، أنت إذا ذهبت إلى كانو في شمال نيجيريا تستطيع أن تتحدث باللغة العربية وأقسام اللغة العربية في جامعات يعني بيرو كانو وجامعة لورين وغيرها من الجامعات، أقسام قوية، وقابلت عددا من علمائها ويعني أهدوني بعض المطبوعات والمؤلفات عندهم. هذا كله دليل على أن العجم ما يزالون متمسكين بالعربية ومبدعين فيها كل الإبداع، وأن السلسلة التي كانت موجودة في القرن الرابع والخامس والسادس أيام الزمخشري والبيضاوي والنسفي والأزهري وغير هؤلاء يعني ما تزال موجودة بفضل الله عز وجل إلى يومنا هذا. سأذكر أيضا يعني شيئا آخر يمثل فرصة ممتازة لم تكن موجودة من قبل، تطور هائل في 20 سنة الأخيرة في مسألة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيره. يعني لو رجعنا إلى عام 1990 أو 80، وقت قريب جدا ونحن موجودون ونعي هذا تماما، لم يكن أحد يسمع عن شيء يسمى تعليم العربية للناطقين بغيره. الذي يريد أن يتعلم العربية يأتي إلى أي مدرسة عربية ويدرس كما في الأزهر مع الطلاب المصريين قطر الندى شذور ذهب أي كتاب من الكتب، وهو واجتهاده، إذا شاء أن شاء الله له أن يفلح واجتهد فبها ونعمت وإلا فلا. لكن الآن يعني أصبحنا نجد مناهج وطرق تدريس خاصة بتعليم العربية للناطقين بغيرها، وانتهت تقريبا طريقة القواعد والترجمة، وهي الطريقة القديمة العتيقة التي كان الناس يعتمدون عليها، وأصبحت هناك طرق حديثة تعتمد على المداخل الاتصالية والعربية لأغراض خاصة وما إلى ذلك. المراكز التعليمية، أنت لو نزلت القاهرة وتحديدا منطقة مدينة نصر، لأن معظم الطلاب الأجانب يسكنون فيها ممن يدرسون في الأزهر، ستجد عشرات المراكز إضافة إلى كثير من الأساتذة الذين يذهبون إلى مجموعات من الطلاب على سبيل الدرس الخصوصي. وجدنا هناك شهادات ماجستير ودكتوراه تعطى في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، موجود هذا في الأردن وموجود في بعض البلاد. للأسف في مصر عندنا، أنا طالبت مرارا وتكرارا بأن يعني كليات اللغة العربية ينبغي أن يكون فيها 3 أقسام: قسم للدراسات الأدبية يشمل الأدب والبلاغة، وقسم للدراسات اللسانية يشمل النحو والصرف وأصول اللغة وما إلى ذلك، وقسم لتعليم العربية للناطقين بغيرها. هذا سوق واعد، وهذا مجال ينبغي أن نسارع إليه، وهو موجود في بلاد كثيرة بحمد الله. السلاسل التعليمية الآن، كان قبل ذلك ما في ولا سلسلة، يعني من أقدم السلاسل كما تعلم العربية بين يديك وما إلى ذلك. الآن فيه، أستطيع أن أقول لك، 100 سلسلة موجودة في تعليم العربية للناطقين بغيرها. المؤتمرات كل شهر، ولا أقول كل عام، موجود مؤتمرات. ويعني مثلا أنا في منطقة الملايو، كل سنة لابد أن أحضر مؤتمرا في إندونيسيا، في بروناي، في ماليزيا، في أي منطقة من هذه المناطق. لا تتوقف هذه المؤتمرات. تركيا قريبا جدا مركز كبير جدا جدا الآن من مراكز تعليم العربية للناطقين بغيرها، بل فيها مجلات خاصة بذلك. يعني عندكم قريب منكم من الجزائر معهد ابن سينا في فرنسا، معهد ابن سينا في ليال في فرنسا، يعني أخونا الدكتور محمد البشاري، ربما هو، لا أدري هل هو من الجزائر أم من المغرب، يعني عقد عندهم العام الماضي المؤتمر 13، المؤتمر
الثالث عشر لتعليم اللغة العربية في قلب فرنسا، في قلب فرنسا. هذا كله دليل على أن السوق واعدة ومفتوحة، والعربية بفضل الله عز وجل في تطور مع التسليم بوجود التحديات. لكن الذي يرى هذه التحديات ويظن أن الجو قد اسود تماما وأن العربية إلى زوال، نقول له لا، أنت تنظر إلى نصف الكوب الفارغ. والذي يرى الفرص ويغمض عينيه عن هذه التحديات أيضا نقول له لا، عليك أن تكون واعيا ويقظا وألا تغتر بما أنت فيه، لأن الخطر قادم ونحن وسط بين هذه الفرص العظيمة والتحديات الهائلة. والإنسان الجيد كما تقضي قواعد الجودة في تحليل SWOT analysis عليه أن يقوم بتعزيز الفرص التي هي متاحة وأن يقوم بمواجهة هذه التحديات للتقليل منها والسيطرة عليها. أستاذ مصطفى، في آخر خواطرك، خواطر دار السلام، احنا نعرف كيف مصطلح لسان عربي مبين، وانت استعملت في هذه الخاطرة التي بعنوانها التلوث اللغوي، استعملت مصطلح لسان عرجمي غير مبين. نعم، والله هذه الكلمة، كلمة العرجمية، هذه كلمة منحوتة، وأنا لا أدري هل أنا أول من نحتها أو سبقني إليها آخرون. هي كلمة منحوتة من كلمتي عربي أعجمي، فالعرجمي هي اللغة التي تجمع بين العربية وبين الأعجمية، وهو من باب الجمع بين الضدين. وهذه هي تشبه يعني نحتا مشهورا عندنا في مصر، بعض الناس يشجع الأهلي وبعض الناس يشجع الزمالك، فهذا أهلاوي وهذا زملكاوي. فإذا سألت واحدا مثلي لا علاقة له لا بالأهلي ولا بالزمالك أو يشجعهما معا، تسأله من تشجع فيقول لك زمهلاوي، أي يجمع بين الأهلي وبين الزمالك. فالعرجمي هذا يجمع بين العربية والعجمي. خاصة أنك تطرقت، يعني أقصد التحدي الذي تطرقت إليه خاصة في كتابة فيسبوك، الهمزة برقم 2، العين برقم 3، الحاء برقم 5، ما تعليق على هذه التحولات التي نراها في الكتابة؟ يعني والله هي من التحديات الكبرى، وهذه المسألة أنا كتبت عنها بحثا شاركت به في مؤتمر في دبي منذ أكثر من 10 سنوات، وهو منشور وكثير من الناس يرجع إليه في الحقيقة، كان بعنوان مستقبل الكتابة العربية بين مشكلات النقحرة وهجنة، أو فوضى النقحرة وهجنة العربيزي. فكان هذا العنوان الغريب هو الذي أثار عددا من التساؤلات، وربما أنا تعمدت الإغراب في العنوان من أجل أن يقبل الناس على قراءة هذا، وكثير من الباحثين حتى يتواصلون معي من أجل نسخ PDF منه حتى يوثقوا منه في البحوث وما إلى ذلك. في الحقيقة عندنا مشكلتان كبيرتان في الكتابة العربية الآن. المشكلة الأولى هي فوضى النقحرة. النقحرة هي كلمة أيضا منحوتة من النقل الحرفي Transliteration. فأنا لو أردت أن أترجم كلمة Transliteration باللغة العربية، فأفضل كلمة، وهي كلمة أجازتها المجامع اللغوية على فكرة، النقحرة، يعني النقل الحرفي للكلمات. مثلا عندما ترى اسم مصطفى، كيف تكتب اسم مصطفى؟ هل أكتبه M-O-U أم M-U؟ هذا موجود وهذا موجود وهذا من الفوضى. طيب S-T-A-F-A ولا P-H-A؟ محمد تكتب بثماني طرق. هل تعلم أن، وقرأت مقالا عن هذا في إحدى الجرائد الإنجليزية، أنه كان من أحد أصعب الأسباب أمام استرداد الأموال التي هربها معمر القذافي إلى أوروبا، هي طريقة كتابة اسمه.
في هذا المقال المنشور في جريدة إنجليزية، أنا أشرت إليه في البحث، أن اسم معمر القذافي يكتب بأكثر من 120 طريقة، 120 طريقة، وهذا يجعل المسألة فيها فوضى لا أول لها ولا آخر. ولو عكسنا، عندما تكتب الكلمات بالحروف اللاتينية في الأصل ونأتي لنترجمها بالحروف العربية تحدث مشكلة. يعني من المشاكل الطريفة سأذكرها وإن كان فيها بعض الخروج القليل، من الألقاب المشهورة في ماليزيا خصوصا لقب نيه. نيه نيه يعني هي كأنها سير، سيد، هكذا. يعني هنا في المنطقة كثير جدا من الألقاب، تجد عائلة لقبوها مثلا نيه، توان، بنجيران، هكذا. وإذا كنت أنا نيه فلا بد أن ابني أيضا نيه، وهكذا. لكن المشكلة إخواننا في ماليزيا هو ينطقون هكذا ني ني، لكن كيف يكتب الهمزة باللغة الملايوية؟ هو ينطق ني، كيف يكتب الهمزة؟ فللأسف يكتبونها ان اي كي، ان اي كي. طيب هم ينطقون ني، ولكن بسبب أن الهمزة لا يوجد لها مرادف عندهم فيكتبونها ان اي كي. عندما تأتي شهادات هؤلاء الطلاب للدراسة في مصر، والذي يترجم يجد أمامه ان اي كي، فيترجم نون ياء كاف، فتكون هذه مشكلة كبيرة أمام كل واحد يقرأ الاسم. يعني أحد الزملاء الأساتذة، يعني كنت مشرفا على اختبار اللغة العربية للطلاب المتحقين بالأزهر ربما في عام 2010، وبعدين أتسلم أوراق من الزملاء، فكل واحد أسأله هل أمامك مشكلة؟ هل قال أحدهم ما في مشكلة، ولكن مصطفى في حاجة غريبة. قلت له ماذا؟ قال فيه ولد ابن كلب. قلت له لماذا ابن كلب؟ قال الولد اسمه نيك محمد ابن نيك عبد الله. قلت له يا عمي هو اسمه نيك نيك، لكن هي المشكلة كيف يكتب هذه الكلمة، هو يكتبها بهذه الطريقة. نعم أستاذ، أستاذ نعم. الحديث معك جد شيق، أكرمكم الله وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والحمد لله استمتعنا بالحديث إليك واستفدنا منك كثيرا. قبل أن نختم، قرأت مقولة هي ليست عن اللغة العربية ولكن عن علم الحديث، يقول صاحبها أن علم الحديث بعد موت الإمام السيوطي رحمه الله انتقل إلى الهند، ولم يعد إلى العرب إلا بوجود الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. هو في الحقيقة هذه منطقة أيضا أنت يعني ينبغي التركيز عليها. في الحقيقة بالفعل علماء الهنود كان لهم دور كبير في علم الحديث طباعة وتحقيقا وعناية لا ينكرها أحد، وهناك عدد من مدارس الحديث في الهند. ولو ذهبت إلى مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، ستجد أن هذه المطبعة سبقت العالم العربي في طباعة موسوعات حديثية، منها على سبيل المثال كنز العمال، هذه الموسوعة الضخمة المرتبة حسب الأطراف، أول ما طبعت في الهند في حيدر أباد. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا طبع في حيدر أباد في الهند. عندنا في الأدب كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة طبع هناك. فنعود إلى علم الحديث، مدرسة الحديث الهندية بالفعل كانت مدرسة متميزة، لأنه بعد الإمام السيوطي متوفى 911، مع أفول شمس الدولة المملوكية وبدايات ظهور الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لها محاسنها الكثيرة، ولكن لها عليها ملاحظات لا شك في هذا، منها أنها فرغت المنطقة العربية والإسلامية من العلماء وأخذتهم إلى إسطنبول.
وهمشت اللغة العربية وما إلى ذلك، ولكن لأن هذا الحديث هو جزء من الوحي السماوي، فالله عز وجل شاء أن يكتب أو أن يقيد له من يحافظ عليه في الهند. وإن كان إخواننا في الهند، يعني أنا ذهبت إلى الهند ويعني صادقت وقابلت عددا كبيرا من الهنود، يعني يؤخذ عليهم، لا أريد أن أقول الاغترار الشديد في هذا الباب، فأحيانا بعضهم يقول إن مثلا القرآن نزل في السعودية وقرئ في مصر وفهم هنا، يقصدون في الهند، كأنهم أهل الفهم في القرآن، وربما يقولون ذلك في الحديث. وسمعت كثيرا منهم في الحقيقة، وخصوصا من جماعة التبليغ والدعوة التي ظهرت من هذه المنطقة، يعني يوغلون في ذكر الأحاديث الموضوعة، ولا أقول مجرد الضعيفة التي قد يحتمل العمل بها في فضائل الأعمال، ولكن الموضوعات، بل الخرافات والخزعبلات وما إلى ذلك. لكن ينبغي أن نعترف كل الاعتراف بأن إخواننا في الهند في هذه المرحلة، تستطيع أن تقول من القرن العاشر الهجري حتى بدايات 13 الهجري، شاء الله عز وجل أن يقيدهم لحفظ هذا الحديث وحمايته وطبعه ونشره. وأذكر، لا أنسى هذا الموقف، زرت الجامعة الإسلامية ربما في لاهور في باكستان، وفي قسم الحديث ماذا وجدت؟ الطلاب لا يدرسون مثل هذه المذكرات التي تدرس عندنا في الأزهر في علم الحديث وما إلى ذلك، إنما الطالب له منهج. في السنة الأولى قراءة البخاري في الفصل الأول، في الفصل الثاني قراءة مسلم، في الفصل الثالث قراءة، يعني يقرأ الكتب الستة على مدار السنوات الأربع الدراسية. دخلت هذه الفصول بنفسي، أنا لا أنقل عن غيري، فوجدت الحامل كالذي نحمل عليه المصحف عندنا وموضوع عليه النسخ القديمة العتيقة المطبوعة في حيدر أباد، هذه بخط كبير موضوعة على الحوامل، والشيخ يقرأ لهم الكتاب حديثا حديثا، ثم يضعون الشريط. اليوم قرأنا 100 حديث، ينتقل إلى التي بعده 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 حتى ينتهي في هذه المادة من قراءة يعني صحيح البخاري، المادة في السنة الثانية صحيح مسلم، وهذا بالإضافة إلى مواد أخرى. لا تظنن أنه يقرأ البخاري وفقط، لا، يأخذ مواد في التفسير وفي كذا وفي كذا، ولكن في دار الحديث لا بد أن يقرأ الطالب الكتب الستة، وهذا رأيته بنفسي، وهذا للأسف غير موجود عندنا في بلادنا العربية. فنحن نشكر لهم ذلك ونعترف لهم بهذا، وكلنا جنود يسخر الله عز وجل منا من يشاء حيث ما يشاء. هذا ما كنت أود أن أقوله، أن علومنا مشاعة لكل مهتم ولكل عارف، نعم، وليست حكرا لا على عربي ولا على أعجمي. نعم. أستاذ مصطفى، قبل أن نختم، هل اللغة، الوقوف على اللغة العربية يعتبر ثغر من ثغور المسلمين يجب المرابطة عليه؟ لا أشك في هذا، أنا لا أشك مثقال ذروة في أننا في حاجة إلى حرس الحدود. حرس الحدود هذا سلاح مشهور في الجيش، هم الذين يحرسون حدود البلد من أن يدخل لها الناس بطريقة غير شرعية، أو أن يهرب المهربون المخدرات والسلاح وما إلى ذلك، وهذا جهد مشكور. فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن في المقابل أنا أعتبر أن هناك حدودا ثقافية وفكرية ولغوية تتعلق بهوية هذه الأمة، وأنه يجب أن ينهض للمرابطة عليها جيش من حرس الحدود الذين يبذلون وقتهم وجهدهم وأعمارهم احتسابا. كما أن حارس الحدود العسكري قد يعني يفدي بروحه وطنه، وقد يضيع عمره
بسبب مهرب أو ما إلى ذلك. فأنا أقول إن أعمارنا فداء لهويتنا، وإنه ينبغي أن تقوم هناك فرقة بل جيش يرابط على هذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لاحظ أن هذه الآية جاءت في سورة التوبة، وسورة التوبة كلها تقريبا عن غزوة تبوك، عن حرب كبيرة بين العرب، أو أكبر حرب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر مواجهة بين العرب والروم. ولاحظ أن الكلمات الواردة في هذه الآية كلها من معجم حربي تقريبا. نفر، النفير في الأساس ونفير للحرب. الإنذار أيضا من مصطلحات الحرب. فالنفير والإنذار هذا من المعجم الحربي. ووجود هذه الآية في هذه السورة بالذات دليل على أن معركة الهوية هي من المعارك الكبرى والباقية، وقد ختم الله عز وجل بها هذه السورة، لأن هذه المعركة ستظل باقية إلى أن تقوم الساعة. فنحن في مواجهة مستمرة، ومطالبون بأن تنفر منا طائفة بل طوائف للمرابطة على هذه الثغور ولحمايتها ولإنذار الناس وتحذيرهم وتوجيههم. ولو أفنينا أعمارنا في هذه الطريق فإننا نحتسب أنفسنا عند الله عز وجل من الشهداء، لعل الله عز وجل يتقبلنا على هذا الطريق. أمين رب العالمين، ونحن نحسبك كذلك، نحسبك منه أستاذ إن شاء الله، وأطال الله لك في عمرك وزادك علما وبركة إن شاء الله. نشكرك على تلبيتك هذه الدعوة التي شرفتنا بها، نشكرك على ما قدمت لنا من معارفة. نسأل الله أن نلتقي في لقاء آخر، ولما لا نلتقي حضوريا إن شاء الله. إخواني الكرام، ها نحن وصلنا إلى آخر الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.